توجد دورة مياه بالضبط كما نفعل اليوم. كل هذا الجبل عبارة عن لوحات ورسومات وتاريخ متعدد من كتابات عربية. احنا وضعنا اليوم في العالم العربي مزري. رمانة الرحلة الثالثة، هذا ما وصف به عيد اليحيى العلا التي استبقت أهميتها التاريخية بعثة الخطى ليوم رابع، وفي حكايتها بقية لأيام أخرى. موقعان مهمان تتوجه إليهما البعثة: المدينة القديمة في موقع المابيات وجبل عكمة، لوحة النقوش التاريخية الممتدة على طول الجبل وعرضه. في العلا وفي جبل عكمة توجد صخرة منحوت عليها كتابات لحيانية بطريقة التبريز، انظروا مسطرة مبرزة. العجيب والغريب أن هذا الخطاط لم يغلط، لم يخطئ، ما تجد حرف إلا متقن. هذا بحد ذاته يحتاج بحث. هذا الخط اللحياني قريب من الخريبة، هذا المكان لا يتعدى 5 كيلومتر، يتحدث عن ملوك لحيان، ويتحدث عن دفع الزكوات وجمع الزكوات وجمع الضرائب من الشعب، وأيضا يتحدث عن بعض القربان وبعض الأمور الاقتصادية والسياسية في وقتهم والاجتماعية. انظروا الكتابة اللحيانية تقرأ، وبعكس المسند الجنوبي الثمودي تقرأ من اليمين إلى اليسار مثل الكتابة العربية. وهذا له المفروض هذه الصخرة تغطى لئلا تؤثر فيها عوامل التعرية، لأن هذا نص إنساني حضاري يهم كل البشر. انظروا هذه المروة، تعرفون أن هذا الصخر الرملي يحتوي على مرو في داخله، لازم كل الصخور الرملية. عندما خطها الرجل اللحياني والخطاط اللحياني قبل 2700 سنة لم تكن هذه موجودة، لم تكن هذه المروة السيليكون موجودة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن هذه الكتابة كانت بارزة، كان ممكن أنك تدخل أصبعك فيها، وهذا شيء عجيب. الآن هي بشكلها، هذا شيء عجيب. كيف قبل 2700 سنة؟ انظروا تعرّى الكتابة وظهرت المروة هذه، وإلا الخطاط كان ما عمل الخط على المروة، لكن هذه ظهرت لاحقاً بارتفاع 3 سنتي. وهذا مرة أخرى يدل أن الجزيرة العربية مرة أخرى أكرر أمام الأدلة هي مهد البشر ومهد الإنسان الأول ومهد اللغات والثقافات. ولدي دليل، في كولورادو في أمريكا، في ولاية كولورادو اكتشف نقشاً ثمودياً، ودعي له الأستاذ البروفيسور سليمان الذيب، وعمل له بحث موجود لمن يريد أن يطلع عليه في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض. ما الذي أتى بالثموديين إلى أمريكا؟ هذا سؤال أتركه لكم، ليس المجال هنا شرحه، لكن يدل أن الثموديين العرب الثموديين اللحيانيين الأنباط كلهم عرب، وصلوا إلى أمريكا قبل كولومبوس بأكثر من 3000 عام، أكثر من 4000 عام حتى. لا تقف مفاجآت التدوين على صخر جبل عكمة
بل تتنوع وتتداخل حتى تصل إلى ما ليس في الحسبان، تصل إلى الموسيقى. انظروا أمامكم، أمام هذا الجرف الهائل يوجد رسومات متكاملة لأدوات موسيقية. السمسمية، شوفوا اللحيانيين يعرفون السمسمية ويعرفون الأدوات الموسيقية منذ آلاف السنين. انظروا مرسومة وكتابات كثيرة يطول الكلام، وهذا ندعو مرة أخرى. الآن كل الذي عملناه وعملوه للباحثون هو فقط ترجمة لبعض النصوص، الترجمة خيانة للنص. نحن على خطى العرب نريد أن نعرف كيف كتبت هذه الكتابة وماذا يريد صاحبها أن يقول، في قراءة للنص وفيه ترجمة للنص. ترجمة النص غير قراءة النص، مثل ما تترجم قصيدة من اللغة الإنجليزية للعربية ما لها أي معنى. فالآن أصلاً هذا لم يترجم عندنا بلوحة، إن شاء الله يوم من الأيام نشوف لوحة، لكن أنا أرى أن هذا يغطى ببلاستيك غير قابل للخدش، لأنه هذا تراث إنساني، لأنه يضيع بعد. إحنا قدامنا إن شاء الله أجيال ستأتي ما تجد هذا الشيء، ما تجد هذا الأثر. فهذا وادي عكمة كله عبارة عن سبورة من جميع الكتابات اللحيانية والنبطية، وأيضا فيها مسند جنوبي لكنه قليل، لكنه أكثر لحياني، وقصص كثيرة لا تحتاج أيام نجلس هنا علشان نشرحها. لم يكن الصعود سهلاً أبداً، فالموقع صعب وازداد صعوبة بموانع الطبيعة التي أجبرت الفريق على الاستعانة بتقنيات متسلقي الجبال من أجل بلوغ القمة. وفي منتصف الطريق لأم درج وجدت شيئا مهما، وجدت تمثالا لحيانيا في هذا المكان، فهمت أنه ساقط من أحد السراق الذين يسرقون تراث وطنهم، وأيضا مجمارا من الحجر الرملي، لأنه في الأعلى كثير من السارقين الذين لا يقدرون وطنهم ولا تراثهم، وما أكثرهم في العالم العربي للأسف، أخذوا أشياء، وربما بما أن هذا شاهق وفي حبال للنزول سقط منهم وانكسر، لكني لا أعرف وين بقية الكسرة الأخرى. كما ترون تمثال لحياني لمعبودهم ذو غيبة، مكحول العينين، مزخرف. انظروا كيف قصة الشعر، شعره معتنى فيه، طبعا هذا يدل أنهم يعتنون بشعورهم بذلك الوقت، كما قلنا الحالة الاقتصادية راقية عندهم، فليس هو يعني مهتم في وجهه وفي زخارف على أذنيه، لكن قصة الشعر عجيبة، يعني مهتم بها وهي تمثل الحالة الاقتصادية. وهذا من مجاميرهم على شكل كوب، ناظروا يضعون إلى الآن في أثار الرماد، انظروا أثار الرماد، لأن الرماد مادة تبقى. الآن ماذا سأفعل؟ نحن في خطى العرب، سأقوم بتسليم هذا التمثال
وهذا الكأس وهو تمثال يتجاوز عمره 2700 عام، وهذا لهيئة السياحة والآثار في العلا، وهذا أقل ما أقدمه، أقل ما أقدمه لهذا الوطن، لأنه هذا تراثنا، إذا ضاع لا نكون بلا تراث. والسرقة حرام، حتى سرقة تراث قبل الإسلام تعتقدون أنه حلال؟ هذا حرام، سرقته حرام. فلذلك سأسلمه وسأبحث عن مندوبهم لأسلمهم الحاجات هذه. نحن الآن في المابيات، قرح أو قرح قديماً، على درب البخور خيبر، بعد خيبر تأتي قرح، ثم الخريبة في العلا أو مملكة ددن. هذه المدينة قبل الإسلام موجودة على أيام درب البخور من أيام السبائيين، ثم ازدهرت فترة بعد الأنباط. لماذا؟ لأن الأنباط هم الذين، لما تعرفون قلنا أن الأنباط أتوا بعد اللحيانيين، فالأنباط حرفوا درب التجارة، بدل ما يروح الآن هنا تقع عنا العلا 20 كيلومتر فقط، فلكي يقطعوا أو منافسيهم اللحيانيين حرفوا الطريق، فصار الطريق لما يأتي من خيبر، طبعاً المدينة لين من بداية جنوب الجزيرة العربية على خيبر، إذا وصل قرح يروح يذهب شرقاً ليوقفوا استفادة اللحيانيين من الضرائب. ثم ازدهرت المدينة مرة أخرى في العصر الإسلامي، في العصر العباسي. الآن ترون بداية بسيطة للحفريات، ولكل المنطقة هذه هي مدينة أو المدينة الضخمة ذي قرح، وكانت عاصمة وادي القرى، وحصلت هنا قصة مشهورة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه لما فتح خيبر ذهب إلى وادي القرى، وكانت عاصمة وادي القرى، لأن وادي القرى الآن بوقت الرسول صلى الله عليه وسلم الخريب وددن والأنباط مندثرة زي ما أنتم تعرفون بالقصص المشهورة، الآن هذه اللي صارت عاصمة وادي القرى. يقول الحديث أن الرسول صلى الله عليه أخذ أو أعطي أو أهدي له خادم اسمه مدعم، فكان ينزل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في قرح، فأصابه سهم عائر، يعني كانوا يرمون المنطقة هذه من هذه الحصون يرمون بالسهام فضربه فمات، فلما دفن قال الصحابة هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن عليه شملة، إنهم عليه شملة من نار، بسبب أن تحترق عليه الشملة الذي أخذها من خيبر. هذا الرجل سرق شملة، انظروا سرق شملة من ناس غير مسلمين، السرقة حرام من مسلمين ومن غير مسلمين، هذا نظام أخلاقي الله أنزله في الأرض، السرقة حرام، مو معناته أنك تسرق من غيرك أو تهين غيرك من غير دينك أو مذهبك أن هذا حلال. شوفوا هو خادم الرسول في هذا المكان دفن، قريب من هذا المكان خادم الرسول مدعم دفن، ف
فقال إن عليه شملة لا تحترق عليه، تشتعل عليه نارا، لأنه أخذها بدون ما يعطيها، سرقها لنفسه. فسمع ذلك الرجل فأتى بشراكين، يعني شراكين من طعام أو من ذهب أو من شيء لا أعرف معنى الشراكين، يعني خرج من جلد فيه. فقال الرسول شراكين من نار أو شراكان من نار. هذه القصة حقيقية وقعت في هذا المكان، وأصبحت طبعا المابيات محطة على درب الحاج الشامي المصري إلى نهاية الدولة الأيوبية، بداية الدولة يعني على أيام الأمويين والعباسيين والأيوبيين والفاطميين والأيوبيين، كانت محطة قبل ما تندثر مرة أخرى. ما يميز الأنثروبولوجيين وعيد أحد شيوخهم اهتمامهم بتفاصيل الحياة اليومية للتاريخ، مما يضيف إليه عنصر جذب لمن لا يهتمون بالتاريخ عادة. وفي قرح المابيات، قرح قديما وعلى درب البخور هذه المدينة، وما اكتشف هذا المكان أكيد أنه إسلامي صرف من العصر العباسي المتقدم، لكنه البقية لكنه نشأ على قرح، يعني ما أقول أن هذا الجدار بني قبل الإسلام، لا، هو المكتشفات تقول أنه عباسي لكنه على قرح القديمة. يوجد دورة مياه بالضبط كما نفعل اليوم، دورة مياه ومكان لتصريف الماء، هو حمام صغير مجصص، وليس فهذا فقط، بل فيه ماسورة أو ما يسمى للريحة كعري، ويوجد بيارة متقنة زي البئر. وهذا يدل أن إحنا لا يمكن نقول أنه لا والله في الجاهلية قبل الإسلام ما كانوا نظيفين، أو ما كان في حضارة، أو كان كلهم بدو روح، هذا غير صحيح. لا يمكن نقطع بين الحضارات ونقول والله الإغريق ونوقف، الرومان ونحط خط فاصل ونبدأ الحياة من جديد، لا، هي خط متواصل، هي خط متواصل. الإسلام جاء وزود النظافة وأقر النظافة وأقر الاستحمام، حتى أنك ترى في مكان غير مكان هذا الكرسي الحمام، في مكان للاستحمام يجمع الماء ويروح هذا المكان. هذا يدل أن العرب أصلا في فطرتهم هم أمة نظيفة، انظر هذا من آلاف السنين، يعني مئات السنين قبل الإسلام، وهم يعرفون الحمام ويقضونه في بيت الخلاء كأنه هذا نفس النظام المستخدم اليوم. وأنتم تعرفون في بلاد أخرى إلى قبل 100 سنة ما كان عندهم حمامات في قصورهم وبيوتهم، حتى أنهم يلبسون وأنتم بكرامة جزمات خشبية رفيعة عشان ما يطأون الأوساخ الموجودة بالشارع، لأن الناس يرمون مع النوافذ. فهذا هو تراثنا العربي، هذا نحن، احنا اصحاب تراث وحضاره وتقدم وكل شيء، لذلك احنا نريد ان نعرف انفسنا، ويجب علينا ان نكون ايجابيين ولا ننهزم بالصلاح وليس بالافساد، ليس رده فعل اننا والله احنا احسن من الناس، لا، احنا وضعنا اليوم في العالم العربي مزري، وربما ان الواحد يكره العرب او يكره نفسه بالوضع اللي وصل اليه، لكن احنا اصحاب حضاره عظيمه، ولا بد للالتفات لها ومعرفتها وإتقانها لنكون إيجابيين فنكون مواطنين صالحين. في المابيات أيضا في قرح نجد أفران للخبز في كل بيت، ودورة مياه في كل بيت، ونظام تروية للمدينة جاي من بعيد من تحت الأرض، إذن هو نظام متكامل مثل هذا اليوم.
تعودنا ومعنا المشاهدون على عيد الصبور والمنصرف إلى مهمته بصمت، لكن مشقة الصعود وارتفاع المابيات كسر صمته فكسر عيد الغاضب الجرة. هذا ما أردت أن أبينه لكم، والله يعني كلام مهم، يعني لا تقولون طول علينا يتكلم، هذا كلام مهم. لا نعرف حنا تاريخنا، لا نعرف تاريخ، ولم يعلمنا أحد بتاريخنا للأسف الشديد. أنا أقوم بشيء بسيط، فإن أخطأت لا تلوموني، افتحوا الناس، تعالوا مثلي بالشمس، وقفوا وقعدوا أشهر بلور، سووا زي اللي يسووا وأحسن، وأنا أشجعكم على ذلك. لا تقولوا والله أخطيت، قلت الكلمة الفلانية، لا، أنا أقوم بعمل غير مسبوق، فادعموني أو قوموا بمثل ما أقوم به، وأنا أشجعكم. شكراً.